السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ريم. كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله تمام. ما أدري إيش في شعراتي، قاعدة طايرة. anyways، اليوم يا جماعة وصلت الطاولات، وأيضا حتوصل شحنتنا من أمريكا. عندنا زوليات، عندنا شغلات تحف وشغلات فيتامينات وأشياء مرة ناقصتنا هنا، بس حتوصل اليوم بإذن الله. قلت أوريكم باقي الأثاث اللي هي الطاولات حقت الصالة من محل اسمه 2XL. فخليني ألف الكاميرا عشان أوريكم، قولوا لي رأيكم. alright so هذه هي الطاولة الجميلة اللي كنا ننتظرها بفارغ الصبر. السطح حقها من رخام طبيعي أبيض رصاصي، وأيضا تصاميم الأرجل حقتها كذا تحسوها أورجانيك طبيعية. حبيت الألوان، مرة فاتحة. شوف كيف الخشب، يسموه أوك وود. وطبعا هنا الشركة حاطة ختمها كذا، تحسوا كذا فخامة، ما أعرف بس والله. فهذه هي الألوان، وأيضا هذه هي الطاولات الجانبية، أخذنا منها اثنين، واحدة هنا وواحدة هنا. الحلو فيها هذه انها اورجانيك، شوفوا كيف، لا هي دائرية ولا هي مربعة زي رأس المشروم، عرفتوا. المهم عندها طبعا ارجلها خشب، الصفيحة كذا واحدة بالطول واحدة بالعرض. اوريكم من الجنب عشان تتضح الصورة. هاي شوفوها شكلها مرة غريب بس حلو، حبيت التصميم، وكانت في الديسكاونت وكان سعرها صراحة معقول. طبعا ذبحتني الحساسية لأنه النوع من هذا الكاربت يمسك الغبار، فمنتظرة مكنستي على أحر من الجمر. anyways so الشحنة بعد ما توصل الكراتين راح يطلعوا كل شيء جوة الكرتون، ويصير إحنا نفنطها بنفسنا لأنه عارفين البيت دورين، فقلنا ينزلوا الأغراض تحت وإحنا نطلع كل شيء بنفسنا. عندنا الزولية وصلت يا جماعة، let's open it. هذه الزولية ما أدري وريتكم هي ولا لا صراحة، بس سجادة تركية ومرة رفيعة ما تجمع الغبار. أنا جايبتها أساسا لألبانيا بس الظاهر راح نستخدمها هنا. guys شوفوا المفاجأة، سبحان الله نفس الألوان اللي يعني لو كنت هشتري زولية من هنا كانت نفس الألوان، اللون كذا جاي رصاصي على بيجيات. alright يلا يلا خلينا نشيل هذه. يلا هنا هنا. yes here. ها ولا نوديها هنا؟ اوكي نجيبها هنا. Let's do it. Let's put it here. هنا. So, هذه هي الصالة. شايفين الزولية؟ دميتري لسه قاعد يدفدف في الكرب. الخداديات هذه يا جماعة راح أغيرها، راح تشوفوها بعدين. كاراوي ماي قدور وصلت بالسلامة. and new pressure cooker ninja. الفيرجن القديم أدينا الأخت ديميتري وهذا جديد. راح نفتحه ونشوف. طبعا سايبين لنا التحويلات، محول الكهرباء، لأنه هذا 110 والكهرباء هنا 220. قص يا عمي قص. أيوة شوف النيو لوك، مش لامعة، مطفي. اوكي متحمسة اطبخ لانه تعبت من القدر العادي صراحة، هذا سريع. نايس. اوه حق الاير فراينج، this is for air frying. شوفوا كيف الزحمة مرة على الكاونتر. I don't like the cramped up air space. هنا مليان غلاية وكوفي، وهنا شواية ومايكروويف، ما في حتى مكان لهذا المسكين. I think we're gonna leave it here ونجيب التهل المحول ونشبكه، حيكون شكله أنا نو هاو but we'll see. alright guys موريكم التنظيم بالآخر. جبنا المايكروويف مكانه الأولاني، وحطينا الخبز فوق، بنجيب سلة أو هذا الستورج حق الخبز نحطه فوق المايكروويف. جبنا ديمتري اقترح التوستر هنا، بس انا اشوف انه ولا شيء حول المايكرويف صراحة، بس عموما سبيس في سبيس. هناك في هنا هذا هانسوم جاي. سو هنا مكان القهوة، تحضير القهوة طبعا مؤقتا لانه حنشتغل على هذا المساحة بعدين نحطها مكان القهوة. وانتم كمان عجبتكم الفكرة واقترحتوها ايضا، فبس حاليا حنحط القهوة هنا، الشواية مع البريشر كوكر هناك.
طبعا انا كنت بالبريشر كوكر هنا عشان لما نطبخ والدخان يطلع البخار فوق ما يسوي لنا مشاكل هنا، احس كذا مكان ضيق I don't know. وبس والله بدورنا حطيناها هنا تحفة فنية. هذه هي الاغراض، جابوا لنا 8 كراتين كبيرة وطلعنا الاغراض كلها هنا في كل زاوية في الغرف هذه، قياس، ملاحة، كوفي، اكتشفنا عندنا جبنة اشياء، عسل، المانوكا هاني، جبنا 3 فكرنا جبنا 1، اشياء نسينا انه جبناها اصلا. وقطعتي هذه الحبيبة، ويعني هذه قطاع ايضا القزاز مرة حلوة يا جماعة انصحكم فيها. مناشف حقتنا، وهذه الغرفة الثانية برضو. نفتح اللمبة عشان بس نشوف. هذه الاغراض، تراريح، كمفورتات، مناشف، بطانيات، اشياء كثيرة، ملاعق، شوك، اطقم لهنا واطقم لالبانيا، الفرامة حقت الجوسر، عصارة الخضار والفواكه. هذه اشياء جوليا لغرفتها، اشياء الموف. او نايس، ام جلاد اي جات ذس، ترى ما انكسر ولا شيء ما شاء الله تبارك الله، كل شيء وصل سليم. Everything. I mean, they did such a great job packing. It was impressive. Like, everything. Packing and unpacking too. Yeah. Mm. The things that break, especially like. It was like 10 layers of paper. صح صح. فشوفوا كيف هذا كله قزاز، كله ما شاء الله سليم، الأشياء التحف هذه كلها وصلت سليمة والأكواب. أو أطلع هذه في الكورنر حق القهوة حقنا فوق. فجبت الحين الملاحة، الملح والفلفل، هذه تحفة والله، حتى سعرها فيها ما شلته. مارشلز الحبيب، لسه نقرر وين نحطها. الأكواب هذه هنا، our coffee corner صح؟ like that. هذا للطبيخ. So هذه الحلوة، هذه هحطها هنا، تنسوس like that. ما اعرف انا دائما افضلها في يميني، بس لما نحرك اشياء القهوه في الطاوله اللي في الصاله راح نجيب هذا هنا. شوفوا يا جماعه ايش اكتشفنا في هذا الدولاب اللي فوق الفرن. في هذا الدولاب هذا الاشياء حقت البهارات I think، فما دريت انه ممكن ينزلها. شوفوا كيف this one I don't think it will fit in there, it's white صح؟ ما يدخل. اوكي بس مرة عالي احس، too high for me. اوكي نسيت اوريكم غرفة نومنا، مستعدين؟ 1 2 3 ترى شوفوا كيف ما شاء الله، ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ XL 2XL شوفوا كيف؟ لا نحتاج واحدة شوية أطول من كذا، بس حلوة الألوان مرة حلوة. ايش رايكم بالله؟ قلت لهم يعلقوا المراية بس تقريبا 5 inches above، شوفوا قد ايش علوها، مرة مرتفعة أحس. طيب نوريكم بس من قريب. حبيت الأياد إنه هي ذهبية، ذهبي غامق، تحسوها مرة ملابقة مع الستاير صح؟ شوفوا كيف مرة حلوة. والخشبي هذا مرة حبيت، في إنه في رتوش كذا بيضة حلوة. إيش رأيكم؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتس. هذه هي الدريسر. بعد ما نزلوا العفش خرجوا من الكراتين واخذوا الكراتين معاهم، الحين انا حاسه بلحظه ندم، ليتني خليتهم يطلعوا فيها فوق ويحطوها اماكنها، كان ريحت نفسي وخلصت من نفس الوقت صح ولا لا؟ سو من فين نبتدي؟ alright so اخذ هذه غرفه نومي. اوكي
ما بعرفش ألبانيا فحطه كده فوق بس. واخذين طيب جايبة برطمانات من كاسكو قزاز وأيضا ميكاسا ملاعق وشوك برضو من كاسكو. طلعنا هذه من الكرتون، ما كنت عارفة إيش جوة الكرتون بس طلعت الأشياء هذه مرة متناسقة مع الحمام حقنا. واو alright. طيب جا دور أشياء المطبخ هنا، نطلع الطياس هذه يلا شيلهم على الغسيل. كله غسيل الأشياء قاعد نطلعها ترى كلها راح تتغسل، والمناشف وأي شيء يتلبس راح يتغسل. سو عندنا شغل جامد اليوم. شوفوا يا جماعة هذا يبغى له غسيل غسيل غسيل، كله غسيل كله كله غسيل غسيل and غسيل، كرتون كامل أطقم صحون، فاليوم حقضيه غسيل. I'm so tired, my back hurts. مرة ظهري يعورني. راح نختم الفيديو هنا، إن شاء الله أنكم استمتعتوا بالفيديو اليوم. كله عبارة عن unpacking العفش اللي وصل، ووريناكم باقي الأثاث. طبعا هذه لسه احنا نوريكم خطوة بخطوة، لكن الأثاث لسه مو كل شيء في مكانه. سمعت تعليقات كثيرة انه رجعي طاولة الطعام مكانها، باقي نشوف حشوف اذا في مجال، وحتكونوا معنا وتشوفوا الشكل ايش راح يصير لو نقلنا الطاولة هنا مكان الكنب ده. ترقبوا الفيديوهات القادمة، ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا اليوم. اللي مو مشترك اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. باي.